مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج فاشن تايم. حلقتنا اليوم مرة مميزة لأنها كلها عن فاشن فورورد. فاشن فورورد هو حدث مميز وكبير في دبي لأنه فيه له أكثر من 33 عرض من ديزاينرز من أنحاء العالم. بس قبل ما ندخل في التفاصيل خليني أذكركم أنه تقدروا تتواصلوا معنا على كل أنواع السوشيال ميديا اللي باينة قدامكم. ويلا دحين ناخد جولة سريعة عن فقراتنا اليوم. تعرفي معنا على أبرز إطلالات لسارة جيسيكا باركر من محلات كوتن في The Celebrity Look. مجموعة راقية وأنيقة للمصمم حسين بضاضة. يوسف الجسمي ومجموعة خالية من الألوان. نسيبة حافظ اسم لامع في عالم الموضة. حدائق مزهرة وباربيز في عرض أماتو. مجموعة مريحة وقصات سبورتي شيك مع House of Nomad. يبقى عرض مايكل سينكو محطة الإبداع اللي دايماً نستناها. أرقى تصاميم المجوهرات والإكسسوارات في الشوكيس. إطلالات غريبة وأخرى أنيقة في فاشن فورورد ضمن فقرة ستريت ستايل. سارة جيسيكا باركر هي فاشن ايكون في هوليوود. عمرها 50 سنة ولد دحين قدرت تحافظ على شكلها وعلى جسمها. الستايل حقها على الريد كاربت يعني ايش اقول لكم، ملفت للنظر. دائما الناس تحب تشوف ايش هي تلبس لانه دائما بتطلع حاجات غريبة بس في نفس الوقت very classic، تدمج الاثنين مع بعض. بس لما بنشوفها على الستريت ستايل دائما بتلبس حاجات سيمبل لانه هي كمان عندها كيدز تبغى تكون مرتاحة، وفي نفس الوقت عشان دائما في كاميرات دائما في ناس بتراقبها تبغى يكون شكلها حلو. بس انا لاحظت مثلا سارة جيسيكا باركر مستحيل تلبس بلوزة زي كذا لانها مرة برنس. سارة جيسيكا باركر حتروح لشيء زي كذا بلين بيسك، تلبس معاه سكيني جينز بيك شيدز، تعمل شعرها ويفي، فدائما شكلها younger يكون شكلها أصغر وشكلها في نفس الوقت مريح very stylish. مثلا هذا البنطلون it fits her style. My beat is technotronic and my bass is low. I play it loud, gotta rock this crowd. So roll your hips and bounce it like it's party time. Come on. ولا تنسوا إنه سارة كمان دحين صارت ديزاينر، صارت تعمل شوز، فصارت الأنظار عليها أكثر. فدائما تلبس حاجات ملفتة للنظر. في الريد كاربت مثلا تلبس فساتين مرة منفوشة، أوقات تيجي تكون مثلا لابسة very elegant dress بس يكون شعرها مرة غريب. ما وصلت لدرجة ليدي غاغا بس في نفس الوقت she's very unique. طيب دحين خليني ألف البحال عشان أشوف أحلى ستريت ستايل اللي صار جيسيكا باركر، وطبعا نشوف بعض اللوكس اللي في الريد كاربت. My beat is technotronic and my bass is low. I play it loud, gotta rock this crowd. So roll your hips and bounce it like it's party time. Come on. You gotta move it now, that's how we do it. Put your hands up in the air like it's party time. Tonight we drop it low, nowhere to stop it. So roll your hips and bounce it like it's party time. من الطلات الرئيسية لسارة جيسيكا باركر هي طلات الستريت ستايل، واعتمدنا في أول لوك على قطع أساسية وخالية من أي طبعات.
هذا اللوك عبارة عن تيشيرت أبيض، جاكيت جلد أسود، جينز سكيني وستريتش، جزمة الباليرينا السوداء، والشنطة بالحزام الطويل. القطع موجودة في محلات كوتن، هي قطع كثير مشابهة للوك الممثلة سارة، وهي قطع أساسية ومفيدة في مختلف المناسبات. تاني لوك هو لوك بسيط ومريح لسارة. هذا اللوك تظهر فيه مع أطفالها عشان تكون مرتاحة وفي نفس الوقت دائماً جاهزة للكاميرا. وجدنا قطع جداً مشابهة لللوك، وهو عبارة عن البنطلون الرمادي والسكيني، تيشيرت أبيض، السكارف، المعطف البيج والطويل، الكعب الكلاسيكي، وأخيراً الشنطة الكبيرة. آخر لوك هي من طلات سارة جيسيكا باركر على الريد كاربت، ومن أجمل طلاتها هي الفستان الأسود الطويل لأنه كلاسيك وموضة وما تبطل. لقينا فستان جداً شبيه في محلات كوتن مع إكسسوارات زي الكلتش والحلق. حسين بزازة هو مصمم لبناني معروف الكولكشن حقه انه very elegant، يستخدم كثير أقمشة أنثوية وراقية. اللي تميز في هذا الكولكشن انه استخدم دنتيل مرة كثير، فتعالوا شوفوا معي الكولكشن ونتعرف أكثر على حسين. عم نشتغل هلأ للشو تبع حسن بوزازة، والإنسبيريشن تبعيته it's mixed between braid and straight hair، so رح نشتغل الباك كلها braid ورح بيكون فيها مثل بان من تحت والساس كلها straight ومفلوطة. الكولكشن ليلى is inspired من إيران والنيوكليير بومب. It's a bit of a fairy tale عن a princess كانت عايشة بإيران. مثرا هو إله إيراني من زمان، هو إله كل شيء ضوء، كل شيء striking lights. So سميت الكولكشن مثرا، سميت البرنسس مثرا لأنه أنا اخترعت على البرنسس هي مش موجودة، بس حبيت سميها على اسم هيدا الجودس لأنه
لانه رح يكون في كثير في كثير كريستالز ولايت، سو ذاتس واي سميتها هيك. دائما بيكون عندي لايك شيء بيزك، مثلا ليتس سي اول شيء مثلا بهيدي الكولكشن انسبيريشن كانت بيرجيا، كل شيء كلتشر ارتس architectures paintings من بيرجيا، بس بحب دائما انه اخترع شيء لحتى اخلي شوي الكولكشن تكون مش كتير الانسبيريشن تيبيكال، سو ذاتس واي اخترعت قصه البرنسس والنيوكليير بومب. ف كان صار هيك كانه شورت موفي الكولكشن. اي ثينك الستايل تبعي نيش مش لكل العالم، يعني مش كتير عالم بقول عنه بشيء، في كتير عالم بقول عنه حلو بس ما بلاقي حدا بالنص. It's a romantic style feminine but at the same time في دراما، في something edgy. فقرتنا الخاصة عن فاشن فورورد ما خلصت، فاصل قصير وراجعين. بعد الفاصل في فاشن تايم حتشوفوا هذه المواضيع: يوسف الجسمي ومجموعة خالية من الألوان، نسيبة حافظ اسم لامع في عالم الموضة، حدائق مزهرة وباربيز في عرض أماتو، مجموعة مريحة وقصات سبورتي شيك مع هاوس اوف نوماد، يبقى عرض مايكل سينكو محطة الإبداع اللي دايماً نستناها، أرقى تصاميم المجوهرات والإكسسوارات في الشوكيس، إطلالات غريبة وأخرى أنيقة في فاشن فورورد ضمن فقرة ستريت ستايل. House of Nomad السيزن اللي فات في Fashion Forward عرضوا علينا كولكشن مستوحاة من طلبة المدارس، بس هذه المرة فاجأونا إنه غيروا التارجت حقهم وعرضوا علينا كولكشن كلها أنثوية وباستيل كولرز وقصات حادة بس لسه فيها الطابع السبورتي. فتعالي شوفوا معانا. احنا دحين في الباك ستيج حق هاوس اوف نوماد، زي ما انتم شايفين مره زحمه، بس الحلو في الباك ستيج انه ممكن تشوفي اخر ترندز حق الشعر والميك اب، تشوفي كيف الشو ممكن يطلع. فتعالوا معايا نشوف ايش الشعر ونشوف ايش الميك اب، وكاني شفت كذا لمحه على الملابس معلقه. فتعالوا نشوف. Tell us quickly, what's the trend today? What are you doing for this show? This show, we are using braids and sort of messy pulled out braids to, that's it, messy pulled out braids. He wants something quite natural, but not too neat looking. I'm so happy, and it's the second time that I'm doing this show, House of Nomad. I love the collection and I hope you will enjoy. Collection actually was and we already debuted for Paris Fashion Week also, so it was a little bit easier هالمرة. يعني تاني موسم لينا فتعودنا طبعا certain things, بس يعني this collection بالنسبة لنا it's a bit more mature, it appeals to a wider market, it carries the essence of the brand, so some people are gonna expect something a little bit the same but they're going to see something different. يعني I think بالنسبة لنا احنا we matured as designers, as people, as you know, every season, but we wanted to يعني portray that في الكولكشن. حبينا حتى يعني our clients, our customer to go through what we're going through,
It's pretty much for our experiences, مرة واحدة, you know, so we showcase it with our work too at the same time. Our personality, Salah is a little bit more يعني edgy in his style. I'm a little bit more يعني refined, preppy, so we kind of mixed it both together. There's some pieces which are more sporty, there are some pieces which are more refined, يعني, so you'll see it. وإيش الألوان اللي ركزتوا عليها هذا السيزون؟ اي لون غير اللون احنا استعملناهم قبل كده ده يعني بس البيس كولر هو وايت وحتى الالوان احنا صبغناهم نفسنا ف the base color for the whole collection is white and we changed the colors ourselves you know and customized color to our liking. حسيت دائما usually انتوا دائما تركزوا على الكت والبلين يعني دي المره حسيت في شغل يد اكثر بس حبينا يعني الماتوريتي دايركشن كان اوف ذا براند حبينا تو اد ا ليتل بيت مور يعني وي لايك تو بلاي مور وذ يعني سمبل كاتس فحبينا تو اد ا ليتل بيت مور اوف لايك ليتس سي انتريكيت تاتش تو ذا يعني البيسز تو ايفن يعني تشالنج اور سيلفز اولسو Basically, we have يعني Wonders. They are on a search for a jewel box, and so you see the transition for collection من the nude colors, earth tones, all the way to the pastels, and that's their search for the jewel box, which they find in the end. Which you see also the embellishments and everything in the end of the collection. فاشن فورورد هو المكان المثالي لكل اللي يحبوا الموضة وقد ما العروض مهمة كمان نبغى نشوف الناس اللي حضرت إيش لابسة في أشياء غريبة وفي أشياء رائعة كاميرا فاشن تايم حتعرض لك أحلى الإطلالات والأشياء اللي لفتت انتباهنا حبيت هذا اللوك ولكن غير مناسب لفاشن فورورد كأنه فستان بحر عادة ما أحب كثير ألوان في الملابس ولكن هذا اللوك جدا متناسق وأنيق في نفس الوقت وكله حيوية حلو أنيق الأسود والأبيض دائما يتفوق لبسها ملفت ولكن لسه ما جاء وقت سباق الخيل لوك الستارة حاجة غريبة ما هذا يا هذا موسم السيرك ما بدأ الضفاير كثير نازلة هذا الموسم حلو العقد ولكن كيف استحملتي الجو؟ مايكل سينكو من المصممين اللي مرة معروف محلياً وعالمياً كثير سيلبرتيز يلبسوا من عنده دائماً بيشترك في فاشن فورورد ودائماً يفاجئنا بالعروض حقته كل عرض بيكون مميز أكثر من الثاني والمميز في هذا العرض كان إنه كله أسود وركز كثير على الميك اب هذه المرة في ناس ما عجبهم وفي ناس مرة انبهروا فتعالوا شوفوا معانا الكولكشن We'll be right back.
Black carbon smolder around the eyes. We used a sculpt foundation from MAC, which gives you beautiful coverage. The blush is a pink color called Pink Swoon, and then the lipstick is called Angel. The entire inspiration for his collection is the Church of Sainte-Chapelle in Paris. And basically, the whole experience is you're going to a church and you're going to pray, but you're a little bit sad because you're praying for something. So the clothes are done in color scheme. So it's got blacks, it's got reds, it's got nudes. And then the whole idea is the woman is there and she's quite sad and she's crying glitter. And then the skin is very pure, soft, flush of pink on the cheeks. And then the lipstick we used is a beautiful soft pink and it's called Angel. So it was perfect with this church theme. Time the inspiration is as usual a lot of details, which is my design aesthetics. I always use a lot of crystals, a lot of embroidery work. I was inspired by the beautiful Church of Sainte-Chapelle in Paris, because that's the colors during the medieval time. I usually travel a lot. I get inspiration from the museum, from the places where I visit, and from the people on the street. I think people in Dubai are learning to dress up a lot of beautiful clothes, especially the Arab women. They have now taste, and the people in Dubai, they spend so much money for a lot of beautiful couture clothes. I still have so many things in my mind, but I would rather keep it as a secret. أماتو من الناس اللي دائما تشترك في فاشن فورورد، وهذه المرة عرض علينا الكولكشن حق صيف وربيع 2016، مو بس في الكولكشن، في الأجواء كمان. فتعالوا شوفوا معايا أنا بتكلم على إيش. Backstage at Fern Amato Finale at Fashion Forward Season 6, and the inspiration is Eskimos.
and the coldness of living in an Eskimo world. So we've done like frosty forehead, frosty eyes, white mascara, white eyeliner, a really warm blush, and then we've added drawn in freckles. We've actually used an eye pencil in brown and we've just added them all in. And then just we've made the lips really cold. اشتهر أماتو بقدرة الفطرية على تنفيذ تصاميم أزياء مبهرة جعلته يحقق شهرة إقليمية وعالمية. قدم أماتو عرض مميز وسط الحدائق المزهرة اللي عكست أجواء الربيع والصيف من خلال ألوان الباستيل في الأزياء واللي شفناها في المكياج. اختار أنه تكون وجوه العارضات كلها نمش. فقراتنا لسه ما خلصت، فاصل قصير وراجعين. بعد الفاصل في فاشن تايم حتشوفوا هذه المواضيع. يوسف الجسمي هو مجموعة خالية من الألوان. نسيبة حافظ اسم لامع في عالم الموضة. أرقى تصاميم المجوهرات والإكسسوارات في الشوكيس. المصمم يوسف الجسمي من الكويت لفت انتباهي عرضه لأنه كان جداً غامض والميك اب فيري غوثيك، فتعالوا سوا نتفرج على الكولكشن. This look is all about Yusuf al-Jasmi and the inspiration is the Dark Empress. So she's haunting, she's mysterious, she's seductive, she's walks on the dark side of life. So what we've done here is we've created this beautiful black glossy smoky eye, super matte skin,
and then this matte black lip. Basically, what we've done, we've kept the entire makeup completely matte and black, and then what we've literally done is added a touch of gloss on the eyelids. And the whole idea is that it gives dimensionality and even adds more mystery to her look. مجموعة سوداء، هذه كانت مجموعة المصمم الكويتي يوسف الجسمي لربيع 2016. خلت من الألوان تماماً وتميزت بأسلوب غامض ومثير مع الأقمشة الشفافة والتطريز بالكريستال. أما المكياج فجات شفايف السوداء والشعر المسحوب للخلف اللي مناسب لفكرة العرض. نسيبة حافظ من المصممات السعوديات اللي طلع اسمهم مرة بسرعة، والأول مرة تشترك في معرض فاشن فورورد. عرضت علينا آخر كولكشن اللي كان لي تأثير شخصي. تعالوا نشوف الكولكشن ونتعرف أكثر على نسيبة. المصممة السعودية نسيبة حافظ تميزت بمجموعتها لربيع 2016 اللي تضمنت جاكيتات وفساتين فضفاضة وقطع جلدية ذات نقوش مربعة، وتمتعت قصتها بجاذبية كبيرة من خلال الخيارات العديدة اللي قدمتها للفتاة اللي تبحث عن التميز. فقراتنا لسه ما خلصت، فاصل قصير وراجعين. بعد الفاصل في فاشن تايم حتشوفوا هذه المواضيع: أرقى تصاميم المجوهرات والإكسسوارات في الشوكيس.
زي ما تعودنا في فاشن فورورد دائما يعملوا معرض اسمه The Garden. هذا السيزن غيروا وصار اسمه The Showcase واختاروا بس 20 ديزاينرز من العالم العربي عشان يعرضوا اكسسوارات مجوهرات وشنط. فكملت فاشن تايم راحت عشان تشوف احلى المحطات في هذا السيزن. Basically, we got inspired by the cardboard animals that we used to play with when we were kids, that you kind of combine to create a particular animal. And that's where our inspiration started. And all the animals are actually coming from our imagination. They're all hybrid, so as you can see, a lot of them have wings, which is also represents the name of the brand, which is Exocet. And it's the name of a flying fish. The animals that you see are all 3D printed. It's an SLS process. It's done by layering. It's a kind of powder plastic kind of nylon. The new collection is the beige, the nude colors, and the grays as well, the light grays. We don't like to use the flashy colors because that's not part of our aesthetic. So we have more discreet colors as well. And we're using the bags are handmade in Italy, so the leather is authentic leather and naturally dyed as well. And the animals are 3D printed in Paris, and we assemble them in Paris as well. So these bags are being sold right now at the Cartel. It's a concept store in Dubai and in Paris, in a concept store called Front de Mode. And we are selling as well on our own e-shop online. Well, right now, actually, we are working on a menswear collection, which we will be launching next season in January in Paris. And we are also working on a clothing line. Hopefully, in 2 years, we'll have our clothes. It's actually a secret of what we're gonna do, so you have to wait and see. It feels like wearing a piece of art, and it's completely wearable, so that's cool, that's nice. And it's also it's a unique piece as well, so no one else in the world will have this kind of piece, so it's timeless. So this is Enes Bainouf. We had started in 2009-2010, so we've been around for 5 years. The designer is a Bahraini designer. And what we do is we bring jewelry and architecture together onto a piece of art, actually. It's a clutch that always brings in semi-precious stones, solid brass with platinum or 22 karat gold. The pieces are unique, they're iconic, and they stay on for seasons, so it's like a collection of jewelry that keeps building on. We present in Paris and we have stores all over the Middle East, so we're very happy and proud to be representing the Middle East with our designs. So in Dubai we're at Etoile, La Boutique. We're at 51 East in Qatar. We're at Alta Moda in Riyadh. We're at J Boutique in Bahrain. Again, 50 Etoile La Boutique in Kuwait and in Abu Dhabi for the moment. So we're all over the Middle East. You can also check out our website and you'll be able to have more information to where you can order. I don't think she's a global woman, that's for sure, but she's a woman that is, she loves her jewels and she loves to go out and she loves to have a special piece that can tell a story about, you know, her passion, something that's unique to her. She wants to stand out and she wants to have something that's very honest and very valuable that she can, you know, pass on to her daughters also, or that she can, you know, she can
extend her jewelry with. So it's something that you just throw onto any outfit and you're ready to go. I would say be true to who you are, and you carry something because it represents you, because it's what makes you feel special and unique and not just given to, you know, what everybody tells you to wear. Something that's valuable, you know, it's your value, it's something that you can wear over and over again. So that's what I would tell her. So basically, our pieces are all handmade. They're hand embroidered on the silk fabric, and we use semi precious stones, so real natural stones with Swarovski crystals. And we try to incorporate different material, like metal elements, like if you can see over here, brass, you know, skulls, and so different stones and you know, pearls. And we've tried to use different materials like acrylic and interesting pieces, you know. And then we've started our new collection, which is of our clutches. They're all handmade again with the python skin, and the tops are Swarovski crystals and semi-precious stones. They're statement pieces, I think. I mean, yeah, they speak for themselves. Actually, Fashion Forward and Madiza has a very long relationship. We've been with them since ever since they started, and we work very well with them. Yeah, we're very happy with the response and the media and the people come in, and so it's really good for contacts and even sales. بلشت ديزايننج بال 2010 عملت ديزاين كورسز بسنترال سانت مارتنز وبلشت رحلتي الفنيه اذا بدك من هنيك. The collection that I started was the doctor's collection, and it was inspiration تبعها هي a doctor bag actually, مثل شنطه كانت لدكتور وكانت بس كانت بايطاليا. شفتها لهيدي الشنطة and it inspired me أنه أعمل the doctor's collection. هلا the doctor's collection مثل ما شفتوا, this is like the deluxe collection of the doctors, و we launched it by New York Fashion Week قبل ما جينا لهون, وهلا نحنا we're here and it's أول مرة بنعرضها. It's not yet on our website, بس إن شاء الله it will be soon. We do have a website that we sell our products on, lalaqueen.com. بستعمل جلد طبيعي وبس بحب استعمل الوان من الطبيعه, يعني براون, جرين وهيك, and I add just a bit of color to pop شوي, يعطي شوية vibrancy بجزدان. و they're all handmade, صناعه لبنانيه, وكمان المتل كلاسب معمول من براس كمان صناعة لبنانية. دائما we have plans to move forward and صراحة هلا we have a couple of things lined up in يعني in the pipeline, بس I like to keep things surprises. بحب انه فاجئكم دائما, so تابعونا لنتابعكم so that we can tell you what's happening with us. الامرأة العربية معروفة ب how elegant she is بلبسها وكيف تهتم بشكلها وهيك, so معروفة انه قد بتهتم بحالها, so that's something very nice. ما في يضيف شيء لهيدا الشيء, انه خليها مثل ما هي. Thank you very much. اهلا وسهلا. انتهت حلقتنا لليوم, ان شاء الله تكون عجبتكم. وقبل ما اودعكم ابغى اعلن عن الفائزة في مسابقة كوتن. حتشوفوا قدامكم ثلاث صور والفائزة هي الصورة اللي باينة قدامكم. حبيت اختيارك لانه هذا النوع من الشوز كلاسيك ودائما يليك في مناسبات كثيرة, كان سواء في الليل او في النهار.
ولكل البنات اللي حبوا يشتركوا تقدروا تشتركوا معنا في الحلقات الجاية. كل اللي لازم تسووه إنكم تاخدوا سيلفي أو صورة عن القطعة اللي حابينها وتحطوا الهاشتاج الموجود قدامكم عشان تفوزوا بفاوتشر قيمته 500 درهم من محلات كوتن. نشوفكم الأسبوع الجاي، مع السلامة.